بيك زميل العزيز يحيى حمزه، برحب بضيوف الكرام ومشاهدينا الكرام، مستر جوميز المدير الفني لفريق نادي الزمالك والكابتن احمد مجدي المدرب نادي الزمالك. كابتن احمد بنقول له هارد لك، يعني احنا عارفين ان نادي الزمالك بيعمل روتيشن لمجموعه من اللاعبين، الهدف من المباراه والهدف من المباراه القادمه لنادي الزمالك. The goal was try to win. That's what. I think if any person that understands football can say that we played and we start the game playing, try to win. We create a lot of chances in the first half. We could score. We deserve it to be winning in the first half, in my opinion. I think the fair result could be 3-1 for us. But we didn't score and we offer one goal to them. And after... سوري هو بيقول يعني لو اي حد بيفهم في الكوره هيعرف على طول ان احنا كنا بادئين المباراه عاوزين نكسب المباراه، وبدانا كويس جدا وعملنا فرص خلقناها للتهديف يعني. لكن اي حاجه، اي حد يعني، او النتيجه العادله اللي هو المفروض تطلع بشوط الاول 3-1، لكن في الاخر احنا اديناهم جون من خطا مننا يعني. So in the second half I didn't like one thing. I didn't like the heart, the spirit. Because to be Zamalek player, you must have quality different than the other players that play in the can say small clubs. بيقول لك يعني ان هو في الشوط الثاني كان حاجه واحده مش حاببها، هو القلب او الروح اللي كانت موجوده. وبيقول لعيبه الزمالك لازم يكون عندها كواليتي ويكون عندها كمان قلب او روح اكبر من اللعيبه اللي ممكن تلعب في انديه صغيره. But sometimes the quality is not only the quality is not enough. We need to show a different spirit. So it's يعني ان الكواليتي مش لوحده ومش كافي، لكن لازم نظهر شويه روح كمان اكتر. It's my responsibility of this result is completely my responsibility. هي مسؤوليته، وبقول النتيجه كلها كامله مسؤوليته هو. Because I took the decisions about who play and don't play. يعني هو عشان هو بياخد القرارات مين اللي يلعب ومين ما يلعبش. But also this space that we are giving to the young players, we talk about daily we have 16 or 17 players from the academy working with us. المساحه اللي احنا مدينها للعيبه الصغيره النهارده، ان بتتكلم في التمرين يوميا بيشتغل معانا 16 او 19 لعيب من الشباب والناشئين. Each thing that they are doing on the pitch it's we resist. So they must give me more if they want to be Zamalek players. يعني بيقول لك كل حاجه بيعملوها لازم يدوا كمان اكتر عشان يثبتوا ان هم يبقوا لعيبه في الفريق الاول في نادي الزمالك. عنده لعب اكتر من لعيب زي ما بيقول، هو 16 لعيب بيتمرنوا معانا. تقييمك لبعض اللعيب او بعض الاسماء اللي هي لعبت من خلال الثلاث اربع ماتشات اللي شاركوا فيها، وايضا تقييمه للشناوي حارس مرمى اللي شفناه بشكل اكثر من رائع. Have 16 or 17 players daily to train with us. So, what your opinion about these young players? Some players playing the games. And what about your opinion about Shinawa? Look, I have very good opinion about a lot of players. عنده آراء كويسة جدا على اللعيبة الصغيرة. And Shinawi and Omar, they have been working with us for a long time. Shinawi وعمر الحارس المرمى الثاني كمان شغالين معانا بقالهم فترة كبيرة. And if they are here, one player, the other was on the bench. هم هنا يعني، واحد بيلعب واحد على الدكه. عمر 16 you know, or... عمر يعني 2008 16 سنه. So very young players but with talent and our situation gave us the chance to show in the official games our young players. So they must take this with both hands and with all the strength, otherwise they will lose the train. يعني هو بيقول ان عمر موهبه كبيره جدا لكن صغير في السن 16 سنه، لكن هو بيقول ان الموقف بتاعنا دلوقتي ان احنا بندي فرص كبيره للعيبه الصغيره، لكن لازم ياخدوا الفرصه دي يمسكوها بايديهم الاثنين، غير كده هتبقى عندهم مشكله. Thank you very much. Thank you.